السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نقراو لو ميكرومتر أو بيان لو بالمير. كما كيعرف الجميع لو بالمير كيكون بريسي على لو بياكوليس، واضح؟ علاش؟ لأن لا بريسيزيون ديالو 0.01 مليمتر. كاين لي بالمير دو 0.25، دو 0 à 25 مليمتر، دو 25 à 50 مليمتر، دو 50 à 75 مليمتر. لاحظوا هنايا ليكزومبل، عندي نعطي واحد ليكزومبل للشباب. اول حاجه خصني نعرف بعدا لا ديسكريبسيون. اول حاجه هذا لو فيرنيي غرادوي او مليمتر، وتحت منه ان اوتر فيرنيي اللي هو غرادوي دو 0.5 مليمتر، الفوق او مليمتر بحال المسطره عادي، مليمتريك عاديه. الغراديوسيون الحسانيه تحت منه وتكون مقابله ليه دو 0.5 مليمتر، واضح؟ دونك كما قلنا البريسيزيون ديالو هي 1/100 مليمتر، تيكون بريسي على البياكوليس، واضح؟ لان مورا الفاصله كيعطينا جوج الارقام. لاحظوا هنا لا ديفيزيون باردون مليمتريك هنا دو 0.5 مليمتر، يعني شاك غراديوسيون 0.5 مليمتر، الفوق شاك غراديوسيون 1 مليمتر. فهم دونك ثاني حاجه عنده لو طومبور تاع هو غرادويي، كتوصل في الطومبور ديالو 50 غرادياسيون، وشاك غرادياسيون هي 0.01 مليمتر. سي بون. دونك نعطيو اكزومبل، نقراو هاد لا ليكتور. هنا نقراو اول حاجه المليمتريك، هنا عندنا 20 مليمتر، واضح؟ 20 مليمتر. من بعد هنا كيبان هاد الخط، هذا واضح، تيبان لي الخط هذا الاخير هنايا الى يبان فيزيبل، دونك ان اجوتي 0.5 مليمتر بلو 0.5. من بعد كنمشي للطومبور، الطومبور عندنا هنايا 25 26 مليمتر، يعني 0.26 مليمتر، واضح؟ 25 يعني 0.25 0.26 مليمتر، يعني كنمشيو بالتدريجه 0.01 مليمتر. دونك سوماسيون هي 20 كما قلنا في الاول بلو 0.5 بلو 0.26، واضح؟ غتعطينا 20.76 20.76 مليمتر. هادي هي لا ليكتور فينال. نمشيو دوزيام اكزومبل، ناخدو هاد ليكزومبل اللي قدامنا. اول حاجة كنقرا تدريجات الفوق، 20 21 22 23، هي 23 مليمتر، يعني لوفيرتور 23 مليمتر، واضح؟ بلوس هنايا تدريجة كتبان، يعني 0.5، يعني 23 زائد 0.5، 23.5 مليمتر. ونشوف عاوتاني الغرادياسيون في الطومبور، 35 36 37، يعني 0.37. دونك 23 زائد 0.5 زائد 0.37، واضح؟ غدير السوماسيون ديالك هي 23.87 مليمتر. ناخدو ان اوتر اكزومبل، شوف هاد ليكزومبل اللي قدامنا، غتقرا هنايا مليمتريك، عندنا 10 مليمتر، واضح؟ كتبان 10 مليمتر، ونزيد عليها 0.5 مليمتر، ونزيد عليها التدريجة لهنا 25 26 27، يعني 10.5 زائد 0.28. نمشيو هاد ليكزومبل عاوتاني، هنايا عندنا 15 16 17 17 مليمتر، هنايا التدريجة ما كتبانش، واضح؟ التدريجة ما كتبانش، يعني بعيدة على التدريجة الأصلية هنايا ما كتبانش، لو كانت كتبان وراها غادي نحسبها، ما كتبانش. 30 هي 15 17 17، ونزيد عليها 0.30، لو كانت كتبان 0.5 غادي نضيفها، هنا ما كتبان 0.5. ان اوتر اكزومبل، طيب نقراو هاد ليكزومبل هذا. هنايا عندي 5 مليمتر، لو 0.5 ما كيبانش ما نحسبوش، هنايا 35، دونك هنايا 39، يعني 5.39 مليمتر، لان التدريجه ما كتبانش. هاد ليكزومبل هذا 5 6 7 8، هنا 8، هنا الخط كيبان 8، التدريجه ما كتبانش، 0.06. طيب 8.06،